مع انحسار الجليد في السنوات الماضية، بات عبور السفن التجارية الممر الشمالي الغربي الواصل بين آسيا وأوروبا أمرا ممكنا بعدما كان من المستحيلات في السابق، ويمكن للبحار العاملين على متن كاسحة الجليد الكندية أمونتسن أن يروا سفنا وناقلات تعبر خليج الملكة ماود في أقصى الشمال الكندي بين المحيطين الهادئ والأطلسي. وتعود الخرائط المستخدمة لهذه المنطقة إلى الخمسينيات من القرن العشرين، وهي ليست عالية الدقة بل إنها قد تظهر هامش خطأ ببضع مئات من الأمتار عن تلك الخرائط الحديثة التي ترسمها أجهزة تحديد المواقع الجغرافية. هناك عدد قليل من السفن التي تصل إلى هنا، علينا الانتباه، فلا نريد أن ينتهي بنا الأمر في المياه الضحلة، لذلك نلتزم بالمسارات المحددة. قليلة هي السفن التي تجتاز المضيق كاملا من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي أو العكس، بل إن معظمها من سفن شحن وناقلات ترسو في المرافق الكندية الشمالية لتفريغ حمولاتها لدى قرى الأسكيمو ومواقع الاستخراج المنجمي. ولكن الجليد ينحسر منذ عقود، وهذه السنة هي الأكثر حرا منذ البدء بتسجيل درجات الحرارة في العام 1880، كما يتخوف العلماء من أن تؤدي حركة الملاحة في القطب الشمالي إلى الإضرار ببيئته. الطقس يزداد حرارة كل عام، ونتيجة ذلك نجد أن الجليد يذوب، وما تبقى هو الجليد القديم. نستطيع رؤية ذلك، ففي غضون سنوات قليلة لن يعود له وجود بعد الآن. هذا ما حدث بالفعل في بحر بوفور. وقبل 112 عاما علق قبطان المركب النرويجي رونالد أمونتسن الذي تحمل كاسحة الجليد اسمه في هذا المكان لمدة عامين، وفي العام 1979 اضطرت كاسحة جليد تابعة لخفر السواحل أن تقطع رحلتها وأن تعود أدراجها بعدما حال الجليد دون متابعتها طريقها.